كلام كتير عن أحمد ميهوب وتوقيعه للزمالك. هل بالفعل حصل جلسة بينك وبين ميدو واتفقت على انضمام للزمالك؟ كان في تواصل فترة ما كده يعني في يعني مباشر بيني وبين الناس في نادي الزمالك، لكن طبعا الزمالك بيعاني دلوقتي من مشكلة في القيد وكلام كتير وحاجات زي كده، فأكيد نادي الزمالك بيفكر في اللعيبة اللي عنده أكتر ما بيفكر يجيب حد تاني من بره دلوقتي. كان ملخص كلام ميدو معاك إيه لما كان بيتفق معاك على انضمامك للزمالك؟ يعني كان في أي حد يتمنى وشرف ليه إنه يلعب في نادي الزمالك، فكان عندي ترحيب كبير أكيد يعني، لكن ما تطرقناش لباقي التفاصيل، لكن أنا رحبت جدا طبعا وشرف ليا إن أنا أكون موجود في نادي كبير زي نادي الزمالك. لكن الموضوع ما مشيش زي ما قلت لحضرتك بسبب وقف القيد لنادي الزمالك. بعد انتشار خبر توقيعك للزمالك الدنيا في غزل المحله قامت وما عادتش. ده طبيعي، احنا في نادي جماهيري وجمهور غزل المحله جمهور عنده شغف واكيد بيغار على لعيبته، فلما يعرف ان الحارس فرقته جاي له عروض او وفي كلام عليه من اي فرقه ثانيه لازم هيتحرك ولازم هيحاول باقصى ما يمكن انه يحافظ على لعيبته، منهم ومن ضمنهم اهم الناس عنده زي حارس المرمى. اتقال لك في نادي الزمالك ان هم هيخلصوك بعد ماتش غزل المحله والزمالك في الدوري. لا، هو الحديث ما كانش يعني بالميعاد وكده، لكن هو الناس كانت عايزه تعرف رايي وتاخد رايي وانا رحبت جدا وهم هيتواصلوا مع النادي عندنا. لعبت ماتش غزل المحلة والزمالك تحت ضغوط كبيرة جدا من الجمهور الغاضب. بعد انتهاء الشوط الأول أحمد ميهوب اتغير ليه؟ والله اليوم ده كان يوم طويل، لأن ده كان يوم عرفة، فكان يوم صيام بالنسبة لنا، والماتش كان ميعاده الساعة 9، الفطار كان تقريبا حوالي الساعة 8، ما قدرناش أو حوالي الساعة 7:30 ما قدرناش نفطر، لأن طبعا مش قادر تفطر وتنزل تلعب ماتش. فالكابتن رضا شحاتة شاف إن أنا بين الشوطين ممكن أكون دايخ شوية أو مش في أحسن حالاتي، فحفاظا عليا يعني وعلى شكلي قدام الناس غيرني بين الشوطين، وأنا احترمت جدا ده، وأنا أصلا يعني فعلا ما كنتش قادر أكمل الماتش. المعلومة اللي عندي إن تم تغييرك بسبب الضغط اللي حصل من الجمهور عليك في الماتش ده. هو طبيعي لما انت تكون مدير فني، وخصوصا يعني مدير فني لعبت في النادي الاهلي وعندك خبرات ومريت اكيد بتجارب زي كده، لما تلاقي الجون بتاعك بتاع فرقتك مش في يومه، او مثلا حصل عنده هبوط او اي حاجه زي كده وفي ضغوط جامده عليه من الجمهور، اكيد بتحاول تحافظ عليه وتحميه، فانت هو قرر يغيرني ما بين الشوطين وانا رحبت جدا، ما كانش عندي اي مشكله. بعد انتهاء الشوط الاول ايه اللي دار بينك وبين كابتن رضا شحاته في غرفه خلع الملابس؟ مفيش، هو الراجل اتكلم معايا بكل شياكه وقال لي مالك في ايه، قلت له مفيش، بس هو شافني مش في حالتي الطبيعيه. يعني في الاخر اتفقنا ان هو ان انا مش هكمل المباراه، وانا يعني كنت مرتضي جدا بقراره. بعد الموقف ده هل قابلت اي مضايقات في الشارع هناك في المحله؟ لا تماما، يعني بالعكس هم الناس بيبقى عندهم ممكن تقول عصبيه او حده في الكلام، لكن فيس تو فيس بتبقى الدنيا سهله ولذيذه عادي. كتبت بوست بتبرأ فيه نفسك من التوقيع للزمالك علشان تقلل الضغط عليك من جماهير غزل المحله؟ مش موضوع تقليل ضغط على قد ما ان انا ببين الحقيقه، ما كانش في توقيع وكان في مجرد محادثات بيني وبين الناس، لكن ما كانش في توقيع. حصل مفاوضات من النادي الاهلي قبل كده معاك؟ لا تماما. اهلاوي ولا زملكاوي؟ مصر كلها طبعا فيها الاهلي وفيها الزمالك، بس زي ما انت عارف احنا بنلعب كوره فدي شغلانتنا، مفيش حد فينا يقدر يعلن عن انتمائه، احنا بننتمي للنادي اللي بنلعب فيه. حاسس بعد كام سنة ممكن تكون حارس منتخب مصر الأول؟ إن شاء الله بإذن الله الخطوة اللي جاية يعني هتفرق معايا في كاريري إن شاء الله بإذن الله، ومنها إن شاء الله هنكون في منتخب مصر. مثلك الأعلى؟ يعني بحب أشتغل على نفسي أشوف إيه أخطائي وعيوبي أكتر من إن أنا أشوف أحط مثل أعلى قدامي أشتغل أو أتعلم منه.